السلام عليكم الاخوان، نتمنى انكم بخير وعلى خير. هذا الفيديو اخوتي خاص بالناس اللي ساكنين في دوله من دول الاتحاد الاوروبي وباغيين يجيو للسويد ويبدلوا حياتهم، وباغيين نعرفوا النصائح، ما عارفينش فين يمشيو فين يجيو، اش غادي يركبوا، كي غادي يديروا، يقلبوا على خدمه، كيفاش يقلبوا على الكرا. كل شيء كاين في هذا الفيديو. الا كنت انت منهم سجيب واحد القهوه وخليك معنا حتى الاخر ديال الفيديو. دابا انت قررتي وقلتي زكا باغي نمشي نعيش في السويد، باغي نعاود من الزيرو. مهم، كل واحد باغي يجي للسويد على داك الهدف اللي باغي يدير. اول حاجه اللي ننصحك بها وهو تجيب معاك الفلوس بالزايد. غادي تقول لي اخويا شحال غادي نقدر نجيب معايا؟ غادي نقول لك غتجيب معاك ما بين 3000 حتى 5000. غادي تقول لي بزاف، علاش؟ لحقاش الحياه هنا غاليه وما غاديش تلقى خدمه بين ليله وضحاها. غادي ياخذ لك الوقت بزاف، لحقاش لغه اخرى، عالم اخر، غادي تبدل دوله اخرى، شي شويه كتكون صعيبه في الاول. اذا هادشي علاش قلت لك جيب معاك ما بين 3000 حتى 5000 اورو، وما تجيبش معاك الكونطانت، داك الفلوس عادي، اوراق وفلوس في جيبك، لا جيبو معاك فلاكارت. لحقاش الاغلبيه هنا في السويد ولاو كيستعملوا لي كارت، راه كاين اللي تجيب معاهم فلوس وتحصلوا، تيبغي يشري شي حاجه تيقول ليه. بحال مثلا كاينه واحد القهوه مثلا اللي كيمشيو سميتها اسبريسو هاوس، الناس راه عارفينها، هذيك ما بقاش كيستعملوا كونطانت مثلا، الاوراق الخلاص فلوس ما بقاش كيستعملوا. ندوزو للمرحله الثانيه وهو تجيب معاك السي في، والسي في ديالك يكون بلونغلي، ما تجيبوش معاك بشي لغه اخرى، جيبو بلونغلي باش تيسهل هنايا على الناس. لحقاش هنا تقريبا كاملين كيهضروا بلونغلي، ما عندهمش مشكله مع هذيك. ثالث حاجه اللي نوصيك عليها وهذه من الاحسن، هذه تنقول غير من الاحسن ماشي مفروض ولكن من الاحسن، الا ما باغيش تعذب. لحقاش شي شويه كما قلت لكم قضيه شويه غاليه هنا وصعيب باش تلقى الخدمه وما عندكش اللغه، تجيب معاك سي او، ماشي السي الكاميو، تجيب معاك سي او ديال الرموك ديال الجار ومجرور. علاش؟ لحقاش هنا في السويد محتاجين الناس الشوافريه، محتاجينهم هما بصفه عامه، ولكن كنقول لك غير باش انت مثلا اللي جبتي معاك هذا تقدر تكون ايكونومي ديالك تعيش مرتاح. دابا عندك هادو وباغي تجي، اشنو غادي دير؟ غادي تمشي اخويا غادي تكري لك واحد اوستيل، اللي هو ماشي اوتيل، اوستيل كيكون رخص من الاوتيل، وكتنعس مثلا مع اربعه في البيت ولا بحال هكا، وكيكون رخيص، كيكون ما بين 20 اورو حتى 30 اورو، هي ما بين 200 كرونه حتى 300، كاين الا لقيتي شي تخفيض، ولكن دابا يمكن القضيه مع شويه غلات غتكون ما بين 200 كرونه حتى 300 كرونه، اللي هي ما بين 20 حتى 30 اورو. غادي تكري شهر، غادي تقول لي يا خويا راه بزاف شهر، علاش شهر؟ علاش؟ لحقاش هنا في السويد كاين مشكل في السكن، مشكل كبير باش تلقى، وخصوصا في المدن الكبار، يا تيبوري، مالمو، ستوكهولم، كاملين هادو فيهم. الا كنتي مثلا من المدن الصغار تقدر تلقى، ولكن المشكل في الخدمه، الخدمه عندهم قلال تما. هادشي علاش الناس فاش كتبغي تجي للسويد كتمشي للمدن الكبار. جيتي وصلتي للسويد باغي تقلب على الكرا، كي غادي دير؟ مشيتي للوستيل ديالك، حطيتي حوايجك، حنا كنقولوا داكشي بالديتاي باش تتبع معايا، حطيتي حويجاتك وداكشي. دابا اش خاصك تقلب على الكرا. الكرا كي غادي دير لي؟ اول حاجه غتمشي لجوجل وتقلب على المساجد اللي كاينين بديك المنطقه اللي مشيتي ليها انت، يا هي تيبوريا، مالمو، يا ستوكهولم. تما كتلقى واحد الطابلو كاينين شي ناس كيخليو السميه ديالهم ومخرين مثلا تيقول لك باغي يكري دار ولا باغي يكري دار، يمكن مستحيل تلقاه، مستحيل، ما عرفت الا كان عندك شي زهر. بيوتي تقدر تلقاهم تما، كيكون معلق راه باغي يكري مثلا بيوتي ولا كيكري فين بوستليت وفين فين تنعس تما، ولا كتقلب في الفيسبوك، ولا كتقلب في بلوكيت. بلوكيت لو عندنا واحد السيت هنا كاين في السويد سميتو بلوكيت، فيه هادشي ديال الكرا وفيه ديال البيع والشراء وداك الشيء. المهم غنخلي لكم لتحت في صندوق الوصف اللي هو داير بحال هكا، هذا بلوكيت. مشيتي لديك البلاصه اخويا وخاصك دابا كيفاش دير تحرك، ما عارفين تمشي، ما عارفين تجي، ما عارف كيفاش دير تخلص. كاينه دابا كاينين الطوبيسات يمكن كاملين فيهم هذاك البليب، هذاك تتخلص غير بلاكارت تحطها وكتخلص، كاين هذاك. وكاينه من الاحسن انا كنصح تشري ديال الشهر، ديال الشهر كتكون على حساب البلديات على حساب المناطق ما بين 97 95 حتى 100 اورو للشهر تقريبا، على البلايص، كل بلاصه وبشحال، كل بلديه وبشحال دايرين الاثمنه. المهم كاينه مثلا في ستوكهولم راه بين، انا شحال هادي الصراحه ما خديت الطوبيس وداكشي، لاكارت ديال الشهر
واش 970 كرونة، ما بين 970 و 1000 كرونة، ما بين تقول 97 اورو و 100 اورو تقريبا. ضروري ننصحك بيها لحقاش، سينو غادي يطلع لك شوية غالية. من الأحسن دير ديال الشهر باش ترولي على خاطرك وتقلب الخدمة على خاطرك. اوكي دابا وصلنا للخدمة، كيفاش غدير تقلب على خدمة؟ أول حاجة خلي عليك، إذا كانت عندك شي ديبلوم ولا شي حاجة، كنهضر على الناس اللي ما عندو لا ديبلوم لا والو، خاصك أخويا تشد ديك السي في ديالك، وما عليك غير بالدور بلوطيلات، لوطيلات وريستورات كاملين، تخلي لهم السي في ديالك كاملين. ومن الأحسن تكون السي في ودير فيها الصورة، التصويرة ديالك، من الأحسن، أنا كنقول من الأحسن، ماشي ضروري ولكن من الأحسن. دابا غادي نوريكم كيفاش ديروا تقلبوا على خدمة اللي من واحد الموقع اللي هو ديال دولي نقولوا، ماشي ديال العادي ولا ديال تقلب، ماشي بحال الفيسبوك تقلب على خدمة ولا لا لا، هذا ديال اسميتو اربيس فور ميدينغان. غادي ندخلوا ليه دابا وغادي نشوفوا كيفاش دير تقلب على خدمة. اول حاجة كتدخل اربيس فور ميدينغان، كتبرك على سيركيوب اي بلاتس بانكن، من بعد كتنزل هاد الخانة هادي اورت، وكتختار الاقليم اللي انت ساكن فيه، من بعد كتختار البلديات اللي كاينين في داك الاقليم، ومن بعد هنايا نحاولوا نكتبوا مثلا شي فور ديال الكاميو مثلا، ونشوفوا شحال ديال الانونس ولا فين كاينين. لاست بيل فوراري ولاست بيل خفور بحال بحال، غير باش ما تجيكمش غريبه ولا شي حاجه. هنا كاينه 101 انونس اللي تيقلبوا على الناس ديال شوافري ديال الكاميو. اجي دابا نكتبوا سي او ونشوفوا شحال كاين من انونس. كاينين 10 الانونسات، هما دو كاملين. اجي نختاروا حنا الاولاني، نبركوا على الاولاني، من بعد تعطيك داكشي اللي طالبين. مثلا ها مام باور، مثلا اغلبيه كيحطوا هنايا كاع دوك راند ستاد مام باور كلشي تيحط هنا. باش دير الدوموند انت كتقرا هادشي كامل، تحاول دير جوجل ودير لي الترجمه، نزل تحت كاع وكتبرك على انسرك هار، كيديك هو الصفحه ديالهم اللي كتبرك هنا، كيديك الصفحه ديالهم، وتما كدير انسرك نو، لحقاش داكشي اللي كاتبين هنا هما اللي كاتبين في جهه اخرى، وصافي كتسجل هنايا المعلومات ديالك وصافي. دابا الحمد لله ان شاء الله، الله ييسر على اي واحد ويسهل على اي واحد. دابا بقيتي الخدمه، اشنو غادي دير؟ خاصك تبدل الوراق ديالك. دابا خاصك يعطيك هذيك الكابو ديالك، يعطيك الكونترا ديالك، وتمشي اخويا ميكروفون زبركت وتبدل الوراق ديالك. والفيديو كاين هنا كيفاش دير تبدل الوراق ديالك ملي تجي اول مره، غادي تدفع اول مره. الطريقه هي في هذا الفيديو، هذا شوفوا كامل حتى الاخر، راه فيه كلشي ساهل بسيط، حتى حاجه ما صعيبه. وهادشي اللي قلت لكم دابا راه تنحاول باش ما امكن غير قلت لكم داكشي المختصر. الا كان عندكم شي تعليق ولا شي اسئله خليهم ليا لتحت ان شاء الله، ملي يكون عندي الوقت ولا سميتو نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. نشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله، غادي يكون على حساب المدرسه ديال الاسافي لاي واحد خاصو يجي يديرها، ماشي غير الاسافي. تحاول تقدر تكمل اللغه ديالك باش لحقاش يكونوا بزاف ديال الكورسوات. انا راه القرايه فابور، ما تتخلصش عليها كورونا. والله يسهل على اي واحد ان شاء الله. نشوفوا في الفيديو الجاي.